سيادنا الفلاحة، مرحبا بكم في الفقرة ديال أجي وناخدو العبرة من الخبرة اللي كتقدمها مبادرة المثمر أوسيبي. اليوم كنتواجدو بمنطقة زمران الشرقية إقليم قلعة سراغنة. حنا اليوم كنتواجدو مع الطاقم ديال مبادرة أوسيبي المثمر باش نشوفو العملية ديال الجنة ديال الزيتون، أشنا هي الأهمية ديالها وكيفاش نضمنو الجودة وأشنا هما الطرق الصحيحة باش نجنيو. كل شيء هاد الشيء غادي نشوفوه مع الفلاحة ديال زمران الشرقية اللي استقبلونا في الضيعة ديالها. حميد تميم، مهندس مبادرة المثمر أوسيبي بإقليم قلعة سراغنة. اليوم كنتواجدوا بواحد المنصة تجريبية ديال زراعة الزيتون بإقليم ديال قلعة سراغنة وبالضبط الجماعة ديال زمران الشرقية، وتتم المسار ديالنا التقني اللي كنا بدينا به في هذه المنصة من التحليل ديال التراب إلى جانب أننا كيفاش ولينا الفلاح، كيفاش أنه يخدم بالتحليلة ديالو أنه يدير السماد الممزوج ديالو المناسب للتربة ديالو والبلاد ديالو، إلى جانب أننا كملنا المسار ديالنا التقني بالأسمدة اللي كمل على طول العام إلى جانب المداوية ديالو الأدوية ديالو. جا اليوم واحد المرحلة اللي مهمة بزاف عند الفلاح ألا وهي الجني ديال الزيتون، وتتم لي فورماسيون اللي درنا والتكوينات اللي درنا لهاد الفلاحة. اليوم جات واحد المنصة، جينا باش نديرو واحد المدرسة حقلية للفلاحة ديالنا وبالضبط الفلاح اللي درنا عندهم منصة تطبيقية، إلى جانب الفلاحة اللي متبعين معاهم وباش أنهم يشوفوا النتيجة ديال هاد المنصة التطبيقية. اليوم الحمد لله استطعنا نتفوقوا في هذه المنصة التطبيقية وحصلنا واحد المنتوج اللي هو مناسب بزاف. جاء الدور ديالنا حنا كمبادرة المثمر أوسيبي باش اننا نوريو الفلاح كيفاش هما الحوايج اللي خصو يحضي منهم والحوايج اللي خصو يتفاداهم باش انه ينجح هذه المرحلة ديال الجن. من الحوايج اللي مهمة اللي نصحنا بهم الفلاح في هذا التكوين هو انه يحضي مع الادوات اللي كيستعمل، كيفاش الجناية يدير ليه، الى جانب انه الفتره المناسبه باش انه يدي الزيتون ديالو للمعصره. كبدايه نصحنا الفلاح انه يجني في هذه الفتره، يجني الزيتون اللي كنقولوا ليه حنايا في المنطقه هنا تشوفنا ولا المثلثه اللي كنعني بان الثلث يكون خضر والثلث حمر والثلث كحل. من بعد ما انه يجني يكون بعدا من الحوايج اللي مهمه يكون دور واحد الباش على البلاد ديالو على الشجره باش ان هذيك الزيتونه اللي طيح ما تاخذش التراب ديال البلاد ديال اللي كاين عنده في التربه ديالو باش ما تتاثرش لي على الجوده وعلى الكميه ديال الزيتون اللي باش ما تخسرش لي. من بعد ان دوك الزيتون الله يحصل عليه يديروه في صنادق مهوين ويديهم للمعصره قبل من 24 ساعه باش ما تاثرش على الجوده ديالو وعلى الكميه ديال الزيت ديالو. ومن الحوايج اللي مهمين بزاف هنايا هو انه يحاول انه يتفادى يجني بالعصي ويحاول انه يجني بليد ولا يجني بالمشاطي، حيت من الحوايج اللي كان اللي هنا في المنطقه اللي من حنا من جينا كمثمر هنايا ولقينا الفلاحه اللي كيستعملوا هما الطرق ديال العصي ولا الكولاج كما كنقولوا ليه، وهي طريقه غير سليمه اللي كتخلي لنا الشجره كطيح لينا من العام لعام بالتناوب. والحمد لله في هاد السنين الاخرى اللي خدمنا هنايا في المنطقه الناس لاحظوا هاد الدائره ديال التناوب انها نقصات، وذلك بالفضل ديال مجموعه ديال الحوايج اللي استعملوها واللي عطيناهم النصائح اللي استعملوها، الى جانب ان الجني ديال اليد لانه لقاو انه هو اللي مزيان لهم البلاد ديالهم. ومن الحوايج اللي كيعاونونا حنايا كمبادره الاوسيبي مبادره المثمر اوسيبي هنايا في المنطقه هو اننا كنخدموا مع تعاونيات اللي كما كتعرفوا راه كتكون الخدمه مع الجماعه ماشي بحال الفرد، حيت مع الجماعه ساهله انك توصل لهم الميساج، الى جانب انه راه كتكون واحد الاقبال على هذيك وكتلقاهم هما براسهم كتعاونيه راه باغيين يخدموا وباغيين يوصلوا لواحد النتيجه في الاخير. سيادنا الفلاحة، كما كتعرفوا أن العملية ديال الجودة ما كتنحصرش فقط في الحقل ولا في الضيعة ولا في العملية ديال الجنة ولكن حتى في المعصرة، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه مع السي عبد الحميد اللي هو ممثل ديال مبادرة المثمر أوسيبي اللي غادي ينتقلوا معاه الآن للمعصرة وغادي نشوفوا معاه الطرق الصحيحة اللي كتضمن لنا الجودة ديال زيت الزيتون وكيفاش يمكن الفلاح انه يخدم بالطريقة الصحيحة والعلمية واللي كيخدم عليها الطاقم ديال المثمر طيلة السنة.
بعد ما شفنا الطرق السليمه ديال الجني ديالنا وكيفاش الفلاح خصو يتعامل مع الجني ديالو في البلاد، ما خصش يحبس الفلاح غير في البوان ديال سميتو انه خصو يجني وصافي. خصنا نكملوا ديالنا المرحله ديالنا ديال الجني ونمشيو حتى للمعصره باش نشوفوا الطرق السليمه ديالنا ديال العصر الزيتون او التصبير ديال الزيتون ديالنا. حاليا كنتواجد واحد المعصره اللي هي عصريه اللي كاينه في اقليم قلعه السراغنة، ومن الحوايج اللي خصنا نشيروا ليهم وخصنا نديروا نحضيو منهم باش اننا نحافظوا على الجوده ديالنا ويكون عندنا كميه جيده ديال الزيتون. من الحوايج كما كتشوفوا اللي مهمه بزاف هو ان الفلاح ديالو، الفلاح ديالنا خصو يجيب كما ذكرنا وشرنا ليه انه يجيب السلعه ديالو ولا الزيتون ديالو في الصنادق ولا يداروا بحال هذه الشبكه اللي كتشوفوا حاليا، وخصو يكون شد الموعد ديالو قبل ب 24 ساعه مع المعصره باش انه غير يحط السلعه ديالو تعصر ليه نيشان. ومن الحوايج عاوتاني اللي خصو ينشروا ليها وخصو حتى مول المعصره يدير ليها اتونسيون هو انه بعد كل عصره ما بين كل فلاح وفلاح يدير واحد الفيدونج لذاك الشيء باش انه الزيت ديالنا حنا ما تخلطش ما بين الزيت ديالنا والزيت ديال الفلاح اللي دات قبل منا. هذه من جهه. بعد ما نعصروا الزيت ديالنا راه خصنا ولا بد نديروها في برامل اللي يكونوا ما كيدوزوش الضوء، وكما شرنا ليها في التكوين ديالنا انهم يداروا في بواطات ديال لينوكس. هذه من جهه. هاد المعصر اللي كنتواجدوا حاليا فيها راه فيها جوج ديال الطرق ديال العصير، الطريقه ديال الكونتينيو افروا والطريقه ديال الحجره اللي معروف بها. وهنا كيبقى الفلاح هو الاختيار ديالو واش يديرها في الكونتينيو ولا يديرها في الحجره. الوحده كتوفر على جوج طرق ديال العصر، طريقه شبه عصريه وطريقه عصريه او ما يسمى بسيستم كونتيني. يعني غنهضروا بواحد الصفه، يعني بواحد الصفه عامه على كل طريقه كيفاش كيتم انتاج زيوت على مستوى كل طريقه. نبداو بالطريقه ديال شبه عصريه، يعني سيستم دو بريس. هنا تنستقبلوا الزيتون، يعني تيتم الطحن ديالو بواحد ما يسمى بالحجره، والعصر ديالو تيتم بلي بريس، يعني بلي بريس. وهنا تنستعملوا ما يسمى بدوك الشوامي او لي سكورتان. الزيت والمرجان تيطيحوا في واحد الصهريج اللي تيتسمى ان باسان دو ديكونتاسيون. يعني الزيت بحكم يعني لا دونسيتي ديالها خفيفه تطيح من الفوق وتطيح في واحد الصهريج اللي خاص بالزيت، والمرجان تيخرج من التحت بحكم انه يعني تيشبه الماء. هنا تتسمى لا ديكونتاسيون ناتوريل، يعني لو سيستيم كونتيني كله، يعني الطريقه كلها تتم عبر الات، يعني الات يعني اللي كنسميوها طريقه الطرد المركزي. الزيتون تنستقبلوه يعني على مستوى في الاستقبال، تيتم الغسل والتنقيه ديالو، تيتم البروياج ديالو، تيطيح في واحد لو سيستيم دو مالاكساج، واحد يعني دي مالاكسور، تيتمالاكسا باش لاباط او العجينه ديال الزيتون تتليبيري الزيت، تطلق الزيت ديالها، تيبقى في المالاكساج تقريبا حوالي واحد 40 دقيقه وهو تيتمالاكسا. تيمر لمرحله العصر، مرحله العصر تتم هنا عبر ديكونتور او لا سونتريفيجوز. هذه يعني حنا عندنا لو سيستيم 3 فاز، هاد لو سيستيم 3 فاز يعني تعطينا ثلاثه النتائج. يعني الاولى اللي هو واحد لافاز سوليد اللي غنعتبروها الكرينيو، ودو فاز ليكيد اللي هي المرجان والزيت. والزيت تيعاود ثاني ينتقل لواحد المحطه ثانيه اللي هي محطه التصفيه اللي على مستوى سونتريفيجوز ثانيه، هي اللي كتتم لينا اللي كتصفي لينا الزيت، وبالتالي كنحصلوا على واحد المنتوج ذو جوده عاليه، زيت زيتون بكر ممتازه.